أخبار اليوم. لايف؟ بس يلا. أنت مأكدين إنه مش إيه؟ أنا بحكي أول شيء. ما عندنا مقابلة. لحظة ما حدا ما جيت شال اوسط ما يقدر لا بدنا نحكي بدنا نحكي مع الموظفين بس ما حدا ما جايين نكسر ولا نعمل جايين نحكي كلمتين وفنين جايين نحكي بس كلمتين وفنين مش جايين بس مش جايين نحكي من الله اوكي لان عملتوا شغل من ثانيا انا معروف يا شباب كيف شباب انا معروف شباب انا معروف حبيبي بدنا نحكي الموظفين تبع الموظفين تبع الشريك وين مكتبه؟ ما في حدا وين هون؟ نحن مواطن لبناني من دولة لما بيقول ثانيا الاوسط حبيبي يعني انت مش لبناني يعني انت اللي بدك احنا نطلب منكم انتوا تعالوا نضرب انتوا تعالوا نضرب تعالوا لبنانية اذا ما احترموا بلدكم مع ان بلد يطلبكم كموظفين انا وين رسمية نتحرك فيها في قنوات رسمية نتحرك فيها احنا اذا ما صار التحرك اليوم ما له معنى اليوم نزيد تحرك نحن نطلب من الجهنم نحن تحط سوشيال ميديا دولة لبنان تحط سوشيال ميديا نحن يا حي نحن ما جايين نقعد نحن جايين نطلبكم لكم انتم انتم اللي تعملوا الغياب لانه لما واحد بيقول عن تعب يعني هو منه محتامك هو منه محتام حاله منه محتامك لألك انت اللبناني اللي موظف عنده تقول عن دولتك كذبه لا 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 المعروف جايين الجيش